לאוויר, תכף נראה באמת לאן יפונו הנפגעים, אבל באמת מלבד הטיפול בנפגעים באוטובוס, אנחנו מנסים להבין כל העת האם המרדף אחר חוליית המחבלים היורים, האם המרדף למעשה יתקיים והוא... إذن متابعينا الكرام سنكون بعد قليل في تفاصيل العملية التي وقعت في منطقة الأغوار. ماذا تقول الصحافة الإسرائيلية؟ كيف بدأت العملية؟ ما هي المعطيات التي تشير إليها وسائل الإعلام الإسرائيلية في هذه اللافتة؟ إذن نبدأ معكم في هذه التغطية على شبكة جي ميديا الإعلامية وشركائنا الإعلاميين، بالإضافة على صفحة الإعلامي علاء الرماوي. إذن نبدأ بالتفاصيل. نتمنى من المتابعين الآن القيام بعملية التشييد لوصول هذا المحتوى إلى كافة المتابعين. نبدأ متابعينا الكرام الآن كما تتابعون في القنوات الإسرائيلية، القناة 13 يدور الحديث عن عملية إطلاق نار وإصابات في المكان. نجمة داود الحمراء وصلت إلى المكان وتقوم في هذه الأثناء بنقل المصابين إلى المستشفيات الإسرائيلية. إذن متابعينا الكرام يدور الحديث حتى الساعة عن إصابتين، وبعض وسائل الإعلام الإسرائيلية تتحدث عن 4 إصابات. إذن نجدد الترحاب بكم متابعينا الكرام، نتمنى المشاركة في هذا البث المباشر حتى يصل البث إلى أكبر عدد ممكن من المتابعين. إذن نبدأ معكم متابعينا الكرام في نقل أجواء الحدث الذي أعلن عنه قبل قليل. الجيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن عن قبل قليل عن حدوث عملية في منطقة الأغوار واستنفار لقوات الاحتلال الإسرائيلي. يدور الحديث عن مركبة عسكرية إسرائيلية عن مركبة فلسطينية، قام شبان فلسطينيين بإطلاق النار مباشرة على حافلة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي. يدور الحديث عن إصابات متوسطة جراء عملية إطلاق النار، ويدور أيضا الحديث عن إطلاق نار في منطقة أخرى كما تتابعون الآن في هذه الصورة. قبل قليل يدور الحديث عن إصابات، وصلت طائرة إسرائيلية قامت بنقل أحد الإصابات، وأيضا يدور الحديث عن ملاحقة لمركبة فلسطينية قامت بنقل الشبان أو قام الشبان الفلسطينيين بإطلاق النار منها. إذن نحاول وإياكم متابعينا الكرام أن نتحدث عن منطقة الحدث. المنطقة هي تقع في منطقة الأغوار بالقرب من منطقة فصائل والعوجة، والاحتلال يتحدث عن استنفار عسكري أمني. هذه المنطقة متابعينا الكرام تتنقل فيها الحافلات العسكرية الإسرائيلية وأيضا الجيش كما تتابعون الآن في الصورة. استنفار أمني وعسكري إسرائيلي، إغلاق لكافة المداخل للمنطقة، وملاحقة كما يقول الاحتلال لمركبة إسرائيلية. الحادث بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية وما تقول وسائل الإعلام الإسرائيلية، يدور الحديث إذن عن عملية. نحاول وإياكم أخذ القنوات الإسرائيلية بالإضافة إلى المواقع المختلفة. إذن نجمة داود الحمراء حتى الساعة تتحدث عن إصابتين. إذن متابعينا الكرام نجمة داود الحمراء حتى الساعة تتحدث عن إصابتين، ونواصل معكم في هذه الترجمة المكتوب كما تتابعون الآن. عملية إطلاق نار، نجمة داود تقوم بعملية علاج لإصابتين وتتحدث عن إصابتين. إذن ارتفاع متابعينا الكرام الآن، خبر عاجل، ارتفاع عدد الإصابات إلى 4. إذن متابعينا الكرام الآن نتمنى من المتابعين المشاركة لهذا البث في ظل البلاغ المتتالي عن على هذا الموقع. إذن نعود، إذن خبر عاجل متابعينا الكرام يدور الحديث عن 4 إصابات. إذن 4 إصابات حتى الساعة كما تقول وسائل الإعلام الإسرائيلية. إذن متابع وإياكم متابعينا الكرام كيف بدأت الحادثة كما تقول وسائل الإعلام الإسرائيلية. مركبة فلسطينية مسرعة تجاوزت عن حافلة عسكرية إسرائيلية، فتح شبان فلسطينيون النار باتجاه قوات الاحتلال الإسرائيلي. الإصابات بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، يدور الحديث عن 4 إصابات حتى الساعة. الإصابات التي وقعت متابعينا الكرام بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، هناك إصابتين ما بين متوسطة إلى خطيرة، وهناك إصابتين بجروح
طفيفة كما تقول وسائل الإعلام الإسرائيلية. إذن يدور الحديث عن عملية كبيرة كما تقول وسائل الإعلام الإسرائيلية. هذا يذكر ما كان يجري في الانتفاضة الأولى من خلال قيام سيارات ومركبات فلسطينية بتجاوز مركبات عسكرية إسرائيلية، تم إطلاق النار كما تقول وسائل الإعلام الإسرائيلية. سنذهب وإياكم متابعينا الكرام أيضا إلى الحديث عن المنطقة التي وقعت فيها العملية، هي منطقة يدور الحديث إذا متابعينا الكرام عن منطقة الأغوار، هذه المنطقة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية التي يتواجد فيها قوة كبيرة لجيش الاحتلال ومركبات عسكرية إسرائيلية بكافة الأنواع. في المنطقة التي يدور عنها الحديث يوجد عديد المراكز العسكرية الإسرائيلية والمعسكرات التدريب التابعة لجيش الاحتلال. المركبة العسكرية التي تم إطلاق النار عليها أصيبت برصاص مباشر، تمت الإصابة لهيكل الحافلة الإسرائيلية، وتمت إصابة أيضا نوافذ الحافلة الإسرائيلية. إذا حتى الساعة متابعينا الكرام يدور الحديث عن 4 إصابات، هناك أيضا تعتيم إسرائيلي حول تفاصيل العملية. تابعوا معنا، إذا سنبقى وإياكم على كل جديد. سنسمع أور هيلر وهو المراسل العسكري الإسرائيلي الذي يتحدث في هذه الأثناء عن العملية. إذا عن المجموعة متابعينا الكرام، عن المجموعة المنفذة يقولون بأن المجموعة استطاعت حتى الساعة مغادرة المكان، ويدور الحديث في هذه الأثناء إذا عن ملاحقة لشبان نفذوا العملية من خلال الانتقال بمركبة التنفيذ العملية، ويقوم الاحتلال بالاستنفار. ما بين إعلان الحادث ووصول جيش الاحتلال إلى المكان يوجد ثلث ساعة تقريبا للعملية، معنى ذلك بأن الاحتلال يرجح انتقال الشبان لمنطقة أخرى. متابعينا الكرام قبل قليل يدور الحديث عن التفاصيل، أين أطلقت النار؟ أطلقت النار على واجهة الحافلة الإسرائيلية، أصيب السائق إصابة مباشرة، وتمت إطلاق النار على منطقة جوانب الحافلة الإسرائيلية كما تتابعون الآن في القناة 13 الإسرائيلية. منطقة الحادث، وجود تمشيط في المنطقة ومحيط المنطقة. نحاول أيضا متابعينا الكرام الحديث عن التفاصيل كما تورد وسائل الإعلام الإسرائيلية. كما تتابعون السيارة جاءت من الأمام، قامت بإطلاق النار، ثم إطلاق النار على الحافلة مباشرة، ثم بعد ذلك إطلاق النار مباشرة باتجاه الجنود المتواجدين في الحالة. الاحتلال يتحدث عن التفاصيل في هذه الأثناء متابعينا الكرام، يقول بأن هناك 4 إصابات حتى الساعة، ولكن كما تتابعون في خلفية الصورة بدأ الحديث عن لا إصابات من قبل وسائل الإعلام الإسرائيلية، ثم انتقل الحديث عن 2 إصابة بالزجاج، ثم الآن الاحتلال يتحدث من خلال نجمة داود الحمراء في الخبر العاجل الذي أوردناه قبل قليل عن 4 إصابات. الـ4 إصابات متابعينا الكرام توزعت ما بين نوعين من الإصابة، إصابات بالرصاص بشكل مباشر، وإصابتين كما يقول الاحتلال الإسرائيلي جراء عملية تطاير الزجاج الذي تمت فيه العملية. المركبة تدحرجت على حافة الطريق عمل ما يبدو واصطدمت بكومة من التراب. إذن كما تتابعون لخارطة الآن الطريق 90 في منطقة الأغوار، في المنطقة هناك حمرة وأيضا هي تأتي التساؤل كما تتابعون الآن متابعينا الكرام، أي المناطق جاء منها المنفذين؟ هل جاءوا منطقة نابلس التي تبعد متابعينا الكرام أكثر من 30 كيلومتر، أم جاءت من المنطقة من منطقة أريحة وهي المنطقة الأقرب لمنطقة العوجة وأيضا منطقة فصائل، أم أن كما تتابعون الآن في التفاصيل الآن انظروا الإطلاق تم في هذه المنطقة في مقدمة الحافلة كما تبعتم، وأيضا في الزجاج الأمامي للحافلة. إذن عديد الرصاصات، يدور الحديث عن أكثر من 20 رصاصة أطلقت على الحافلة. إذن متابعينا الكرام كما تشاهدون أيضا الآن هذه مركبة أو عفوا طاقم الإسعاف التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي ينقل مصابين. كان قبل قليل الإعلام تحدث الإسرائيلي عن نقل للمصابين متابعينا الكرام بطائرة
مروحية عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في المكان. نعيد متابعينا الكرام التذكير كيف بدأت الحادثة. مركبة تجاوزت الحافلة أطلقت النار من الخلف ومن الأمام وفي محيط الحافلة. النموذج كما تقول وسائل الإعلام الإسرائيلية ليس مألوفا في السنوات الأخيرة بتنفيذ هذا الشكل من العمليات. هذه العملية متابعينا الكرام كانت عملية مماثلة قد وقعت مثلها في الانتفاضة الثانية أثناء انتشار ما يعرف بمجموعات محمد عزيز وطلعت محمد عزيز عفوا وأيضا مجموعات عماد عقل وغيرها من العمليات التي كان يجري فيها التجاوز بالإضافة إلى ما يعرف بمجموعات الخليل التي كانت قد نفذت عديد العمليات المشابهة في مطلع التسعينيات. نحن نتحدث عن 94 95 96 كانت هذه العمليات مشهورة. لكن عودة الضفة الغربية لهذا السيناريو هذا ما كان حذر منه تقرير للشباك الإسرائيلي بأن الأوضاع في الضفة الغربية تتزايد. الجغرافيا التي وقعت فيها العملية هي جغرافيا غير مألوفة التنفيذ، بمعنى العملية وقعت في منطقة لم تكن مؤهلة أو لم تكن هناك إنذارات لدى جيش الاحتلال بوقوع إمكانية هذه العملية. دعونا نسمع ميتي كارني وهو من نجمة داود الحمراء ماذا يقول. تسأل عن حال الإصابات في هذه الأثناء ووضع الإصابات في العملية. تتحدث عن الإصابات التي وقعت، تتحدث عن وضع الإصابات التي هي بإصابات متوسطة، ما هي أوضاع المصابين كما تسأل المراسلة في هذه الأثناء. هو يتحدث بأن ليس مسموحا لي بالحديث عن تفاصيل الإصابات. هذا متابعينا الكرام للتذكير كيف بدأ الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن تراكمية الإصابات. بدأ الحديث على إصابات ثم إصابتين بالزجاج، ثم بعد ذلك يدور الحديث عن إصابتين من خلال إطلاق النار مباشرة، ثم الآن كما يقول الناطق باسم نجمة داود الحمراء ليس مسموحا له الحديث عن تفاصيل الإصابات. إذن سنحاول انتقال متابعينا الكرام إلى أحد القنوات الإسرائيلية الأخرى. إذن في منطقة الأغوار الأردنية كما يقول الآن في القناة 12 الإسرائيلية 4 إصابات، بينها 2 في حال المتوسط و2 بإصابات. إذن خبر عاجل الآن متابعينا الكرام، متابعة عسكرية واسعة الآن، خبر عاجل متابعينا الكرام كما تتابعون في الخلفية الصورة، خبر عاجل يتحدث عن ملاحقة لمنفذي العمليات وعمليات عسكرية تجري في منطقة حاجز الحمراء ومحيطها، وأيضا يتحدث عن انتشارية كبيرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الأغوار. النار كما تشاهدون، نحن نشاهد على الآن كما تشاهدون الآن أكثر من 17 رصاصة بشكل مباشر أطلقت كما تتابعون مباشرة في منطقة مقدمة الحافلة. الاحتلال أظهر مخازنا لمسدسات استخدمت في عملية إطلاق النار كما تتابعون. إذا הם כך מבינים אלה השניים שביצעו את הפיגוע הזה ולמעשה אני חושב שהדבר הזה סוגר את העניין בהיבט של אירוע מתגלגל. אנחנו כבר מבינים מה קרה כאן, המפגעים צריכו לסגור עליהם ולתפוס אותם. هناك حديث متضارب حتى الساعة لا نستطيع تأكيده حول الشبان منفذي العمليات، ننتظر رسميا ما يمكن الحديث. لكن كما يقول الاحتلال بأن شابين اللذين قاما بتنفيذ العملية وأن الشابين اللذان نفذا العملية استقلوا سيارة كانت معهم وغادروا المكان. يدور الحديث عن بعض الأنباء فيما يتعلق بالشبان حتى الساعة لا نستطيع تأكيد أو نفي الرواية الإسرائيلية، لكن ما نستطيع أن نقوله حتى الساعة الاحتلال يتحدث عن إصابات في هذه العملية. إذن متابعينا الكرام نواصل وإياكم في هذه الأثناء نقل ما تقول وسائل الإعلام الإسرائيلية. إذن كان هناك خشية من تضاعف العملية كما تقول وسائل الإعلام الإسرائيلية و
إذا عملية إطلاق النار على الحافلة الإسرائيلية في منطقة الأغوار هي العملية الأكبر في هذه المنطقة منذ عدة أشهر أو عدة سنوات عفوا. هذه المنطقة لم تكن منطقة تشكل أو عفوا ينظر إليها الاحتلال بأنها منطقة خطرة للغاية. هناك من يتحدث، وأنا أتحدث هنا عن حديث المصدر الإسرائيلي، يقول ربما تم اعتقال المنفذين، لكن حتى الساعة لا يمكن الحديث عن تأكيد هذا النبأ. هناك بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية تتحدث عن الاعتقال. إذن خبر عاجل متابعينا الكرام، جيش الاحتلال الإسرائيلي رسميا يعلن عن اعتقال شابين قاموا بتنفيذ عملية إطلاق النار باتجاه الحافلة العسكرية الإسرائيلية. إذن الاحتلال يتحدث عن اعتقال المنفذين ويقول بأن الآن نستطيع القول بأن العملية الآن توقف أثرها في البعد العام الذي نشير إليه. إذن هذا مبدئيا متابعينا الكرام. إذن متابعينا الكرام، إذن يدور الحديث عن اعتقال المنفذين كما تقول وسائل الإعلام الإسرائيلية. كيف بدأت الحادث وهذا النقاش الإسرائيلي؟ كيف بدأت الحادث؟ وصل شابين فلسطينيين إلى منطقة الأغوار تحديدا بالقرب من حاجز الحمراء كما تقول وسائل الإعلام الإسرائيلية. في المنطقة التي تم فيها العملية وصلت مركبة الشبان الفلسطينيين، قاموا بإطلاق النار في واجهة الحافلة الإسرائيلية وأيضا في محيطها، أدت الإصابات إلى 4 جنود إسرائيليين، نقل الأربعة إلى المستشفيات الإسرائيلية، نقل منهم 2 بالمركبة بطائرة عسكرية إسرائيلية. إذا متابعينا الكرام، الاحتلال يتحدث عن إصاباته، يتحدث عن تفاصيل فيما يتعلق بالعملية العسكرية الإسرائيلية، العملية التي توصف بأنها هي نموذج لتكرار العمليات التي كانت قد جرت في الضفة الغربية في مطلع الانتفاضة الأولى، وهذا يعيد إلى الاعتبار تزايد رقعة العمليات في الأراضي الفلسطينية. كان الاحتلال يتحدث عن منطقة جنين، يتحدث عن منطقة نابلس، يتحدث إذن عن مناطق مختلفة. النار التي أطلقت على الحافلة كما تابعتم في خلفية الباص، في مقدمة الباص، في المناطق المختلفة من الحافلة، والاحتلال تدرج في عملية اعتقال الحديث عن الإصابات من قبل المستوطنين. إذن هذه حتى الساعة الحصيلة، التفاصيل سنبقى معكم في عملية التغطية وسنكون معكم مع كل جديد حول العملية وآخر التطورات في هذه العملية بعد قليل.